السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة. أهلا أهلا. طيب، لابنا اليوم إن شاء الله هو لاب السلفري جلاند باثولوجي، وهيك بنكون كملنا الجزء اللي أنا بدي أعطيكم إياه، يعني بعد نهاية هذا اللاب إن شاء الله بنكون كملت الجزء اللي مقرر اللي بالمساق. ونبدأ بأول كيس اللي هي 44-year-old female patient presented with swelling of 8 months duration. Swelling 8 months duration، إذا هو له 8 أشهر، يعني السويلينج مش أكيوت، مش بيوم وليلة صار السويلينج بالبلط، فإذا هو كرونيك كونديشن. وخلينا نروح نشوف الكلينيكال بيكتشر الموجودة. نو بين، يعني هاي كلمة نو بين بتخليني أرتاح شوي إنه مش يعني أدينويد سيستيك كارسينوما مثلا، لأنه الأدينويد سيستيك بصير البين موجود فيه يعني بإيرلي ستيج بالديزيز تبع المالجنانت سيلفري جلاند تيومر اللي هو الأدينويد سيستيك كارسينوما. فإذن بدنا نطلع على الصورة الموجودة كلينيكلي، ومين بده يوصف لنا إياها هيك سريعا؟ إمام؟ يلا إيمان أبو زيتون. طيب محمد بلال. يس دكتورة. شو شايف في البلط محمد؟ شايف slight elevation. أيوة. البلط with bluish coloration. discoloration. وممكن يكون لها علاقه ب ممكن يكون odontogenic in origin due to its close relationship with teeth مثلا. بس المريض بيحكي انه ما فيش pain، فبالتالي بستبعد الodontogenic origin ممكن ولا لا؟ لا، هو لانه الodontogenic origin بالابسس بيكون الاسنان صارت necrotic، فالنو بين هاي لا ما بتستبعد الاسنان، بس يعني بدنا نعمل راديوغراف، يمكن هاي المولر تطلع الكافيتي تبعتها او الفيلينج شالو ما لها علاقه، نعمل يعني ما نعمل انفستيجيشنز، عشان هيك احنا بنعمل قاعدين ديفرنشال دياجنوسز او بروفيجنال دياجنوسز قبل الانفستيجيشنز. اذا في عندنا هون زي ما قال محمد عندنا بلوش ترانسلوسنت او بلوش سويلينج بالبلت تو ذا رايت سايد اوف ذا ميد لاين اوف ذا بلت right side of the patient. هلا هذا السويلينج اللوكيشن بدي احدده انه تقريبا من عند ال extending anteriorly من عند ال premolars ال first premolar reaching ال first molar ال end of او بلاش نحكي ال end يعني reaching ال second molar، فهو هيك تقريبا سنتي ونص، من سنتي ونص لاثنين سنتي بالماكسيمم دياميتر، وبعدين له الشكل فيوزي فورم هيك زي بيضوي تقريبا. وشو كمان بعدين هاي كل الاشياء اللي حكيت، او السيرفس تبعه سموث ما في التريشنز، هاي الاشياء اللي حكيتها كلها انسبكشن انا ومحمد، يعني حددنا اللوكيشن، حددنا الشكل واللون والموقع، بعدين بدنا نعمل بالبيشن ونشوفه فيرم ولا فلويد فيلد ولا سوفت، ونضيفها على ال يعني على الديسكريبشن تبع الليجن ونبلش نفكر. اول شيء اخذنا اودونتوجينيك اوريجين وقلنا ممكن يكون دنتال ابسس، بعدين اخذت انه يكون سليفري جلاند ان اوريجين لانه الميوكس لما يتجمع تحت الميوكوزا بعطيني بلوش وترانسلوسنت ليجن، ففكرنا باسباب من السليفري جلاند اوريجين. بعدين فكرنا انه لونه بلوش باشياء فاسكولار ان اوريجين، ممكن المريض عنده هيماتوما بس هو مش منتبه، هلا انتبه لها وفكر انه شيء جديد طلع له. ممكن كمان لانها بيجمنت يعني لها لون نفكر بفورين بودي، ممكن ميلانوسيتيك ان اوريجين، لكن مش انه كل وحده من هدول الاربعه تنطبق تماما على هذا الليجن. لما اعمل ديفرنشال دياجنوسيس بيكون من قائمه الليجنز اللي حطيتها في صفات بتشبه الليجن تبعي وفي صفات بتختلف. نفس الإشي الهيماتوما مثلاً فيها أشياء ممكن تكون مطابقة أو مناسبة، لكن في صفات تانية ممكن تكون بتختلف، لأنه هيمانجيوم هيماتوما
عفوا عفوا، انا قصدي كنت عن الهيمانجيوما صراحه، انه ديفلوبمنتال ان اوريجن، وانها بتكون من الولاده. اما هيماتوما تختلف، الهيماتوما هي اللي كولكشن اوف بلاد ان ذا اندرلاينج تيشو، عاده بيكون ديو تو تروما، مرات بيكون ديو تو بليدنج ديس اوردرز. حجم الهيماتوما اكبر من حجم البي تي كي اي والايكيموسيس، عشان هيك بتكون هي زي كانها ماس، تعطيني كتله ماس افكت. فالهيماتوما هي بده يكون في هيستوري للتروما. كابوسي ساركوما بيكون فاسكولار ان اوريجن، برضه بعطيني نوديولر ستيج، في له من الستيجز تبعته نوديولر. ففي تشابهات وفي اختلافات، فبنجمع كل شيء ممكن ينطبق وبنفكر فيه. عملنا بايوبسي، شو لقينا؟ هلا اذا حدا بيعرف شيء يجاوب. محمد تفضل. ولا فاتح المايك؟ نعم دكتور. كنت بدي احكي لهم انه اذا اللي بيعرف الجواب او حاب يشارك انه يشارك على طول، بلاش يعني يضيع الوقت وانا بدور على اسماء. مثلا لو اخذنا لينا القاسم. دكتورة شو كان السؤال؟ السؤال لينا، شوفي عندنا الهيستوباثولوجي هذا اللي شايفينه للليجن اللي بالبلت، بالسوفت بلت، هو مش سوفت، هو بالهارد بلت، ماشي لعند البوستيريور اللي ممكن وصل للسوفت بلت. المهم انه اخذنا بايوبسي لهذا الليجن، وهي الهيستوباثولوجي. شو شايفه بالهيستوباثولوجي هون؟ هاي الخلايا او التجمعات اللي لونها بلوش ترانسلوسنت، مش ترانسلوسنت، هلا بقدرش احكي ترانسلوسنت لانه مش في، ما في ريفلكشن لللايت، هي بلوش هلا ماخده. شو بتكون هاي الخلايا؟ احنا عم نحكي عن سيلفر جلاند تيشو. تعرفي لينا؟ طيب هاي الخلايا ميوكس سيلز، هاي ميوكس سيلز هي اللي بتصنع الميوكس بالماينر سليفري جلاند. احنا بنعرف انه الماينر سليفري جلاند كلها كومبليتلي بتكون ميوكس. اذا شفتوا اول محاضره بالسليفري جلاند حطيت بالاخير انه هيك زي مراجعه على الهيستولوجي للسليفري جلاند تيشو. الماينر سليفري جلاند تيشو بيكون كله ميوكس كامل من هذا اللون، من هذا اللي بيكون مجمع سائل فاتح. الباروتيد جلاند تيشو بيكون كله من السيرس، سيرس اللي بيكون كله جرانيولز صغيرة جويته. فإذا هلأ بدي أطلع على إيش موجود عندي بالتيشو. عندي لوبيول لميوكس أسيناي أو ميوكس سيلز، بلاش أحكي أسيناي، سيلز، ماشي. وعندي بالمقابل كمان خلايا حواليه، بس هاي الخلايا بتحاول تكون إبيديرمويد فلاتند زي السكويمس اللي كنا نشوفهم على السيرفس إبيثيليوم. هون كمان epidermoid cells flattened وعندها plenty of cytoplasm. فصار عندي نوعين واضحات من الخلايا، نوع mucus ونوع إيش التاني اسمه؟ ألينا؟ epidermoid. epidermoid. إذا عندي هلا مبدئيا ميوكو epidermoid. طيب بدي أحدده low grade ولا high grade؟ بتطلع على نسبة الميوكس cells، إذا كبيرة والبليومورفيزم والميتوتيك فيجرز اقل قليله فهذا بيكون لو جريد، وعندي سيستيك سبيسز كبيره فهذا بعطيني انه لو جريد. اذا انا بحدد لو جريد او هاي جريد من كميه السيستيك سبيسز، هاي واحد، اثنين كم انها بتكون كبيره، اثنين كميه الميوكس سيلز بتكون كبيره فيه، ثلاثه البليومورفيزم بيكون قليل. فاذا المريض اللي عندنا هذا اللي هون، احنا صح فكرنا بناين وله 8 اشهر ونو بين، لكن النتيجه تبعته طلع انه عنده ميوكو ابيديرمويد كارسينوما، مالجنانت تيومر اوف سليفري جلاند اوريجن، وهذا المالجنانت تيومر كان لو جريد ميوكو ابيديرمويد. هلا انا حطيت الارو هون على هدول ابيديرمويد سيلز كمان ميكس مع انترميديت. الانترميديت صعب نحددهم هلا هون، فما بدنا نقعد ندور على خلايا، هي بتكون يعني ما بتقدر توصف فيها، لا هي إبيديرمويد ولا هي ميوكس سيلز. واضح؟ دكتور واضح. طيب باسكال واضح اللي شرحناه؟ واضح دكتورة. تمام. طيب أنا ذا الكيس، وناخد معانا مين بده هلأ هيك يساعدنا شوي.
مين بتبرع قبل ما اختار انا؟ انا دكتوره نبيله. يلا نبيله. 73 year old male patient elderly كبير بالعمر presented with ulcerative lesion in his palate since 6 weeks. على فكرة إحنا لما كنت يعني بجامعة تانية بفترة قضاء إجازة التفرغ العلمي بدون راتب، هاي الجامعة كانوا عدد الطلاب كتير قليل فيها، يعني الدفعة كاملة كاملة كانت 14 طالب، وبعدين لما زادت الدفعة صاروا بالعشرين، فكنا لما أعطي لاب الباثولوجي أوزع الكيسز على كل طالب يطلع له كيس يعمل البرزنتيشن كاملة. كانت من ضمن الكرايتيريا تبعت البرزنتيشن إنه بده يمشي على الهيستوري ويحكي لي الأهمية والسيغنيفيكانس لكل إشي موجود بالهيستوري. يعني ليش شو يعني 6 weeks؟ إيش يعني الألسراتيف ليجن صار له 6 weeks؟ إله 6 weeks. دكتورة منعرف إنها إنه it's acute أو chronic، ف 6 weeks is a long duration. إذا عنده chronic ulceration. فكانوا يحددوا يعني يمسكوا هذا الكيس هيستوري مثلا وتحته نقاط كل إشي سيجنيفيكانت إنه نكتب شو سيجنيفيكانس تبعته. هذا كتير بيساعدنا بالتوصل للتشخيص، إنه من بداية الهيستوري نبلش نركز على المعلومات المفيدة. طيب هذا المريض عنده أزمة، was on salbutamol inhaler، إذا هو بيستخدم inhaler بيحطه بالفم بيعمل بخة. طبعا هي مش لازم البخة تعمل مضاعفات وأشياء جانبية والزريشن، لكن يعني ممكن يكون significant الموضوع وإنه أزماتك. طيب on intraoral examination شفنا two irregularly shaped ulcers موجودين على posterior part of the palate. posterior part of the palate بصير نفكر شو الألسرز اللي بتطلع بالبلت وبتكون chronic. ممكن يكون التي بي ألسر، ممكن يكون السيفلس ألسر، ممكن يكون ميدلاين جرانيلوما اللي هي طلعت تي سيل لنفوما. صرنا نفكر بأشياء موقعها أكثر إشي بيطلع على البلات، والبون كمان كان بارشالي إكسبوزد، صرنا نفكر بأشياء ماليجنانت، وفكرنا بالزيجومايكوسيز والديب فنجل إنفكشنز. والزيجومايكوسيز كيف لما يعمل نيكروسيز بالماكزيلري ساينس بنزل من البلات وبيعمل يعني البون بيكون exposed كمان ونيكروتيك. والمريض كمان زيادة on top and above في عنده history of TB. نروح نشوف الكلينيكال، وهاي عندنا الكرونيك ألسر اللي بالبلت. شو رأيك نبيلة؟ يلا نفكر differential. إحنا ناقشنا شوي بس أنت حاولي رتبي لي إياهم مرة تانية. تمام دكتورة. هلا ممكن نبلش بالتروما، انه could be physical chemical او حتى thermal. اوكي بس عندنا exposure للبون وانه it looks severe، او ممكن نسأل البيشنت كمان انه اذا استخدم اشي، او يعني ناخذ history من البيشنت so we can exclude trauma. اوكي ايوه اعطينا كمان اشي تاني. بعدين بنشوف infections، ممكن الـ deep fungal infections بيعملوا لنا هيك ulcers، deep ulcers وchronic. نشوف syphilis أو TB. ممكن نعمل histopathological examination to exclude this. وممكن نشوف ischemia أو local anesthesia. نسأل الـ patient لو مثلاً he visited a dentist recently وأخذ local anesthetic، فممكن يكون هو سبب هذا الألسر. It's usually, you know, and it causes this. وممكن نشوف إن كمان malignancies and neoplasms. مظبوط. اذا الديفرنشال دياجنوستس احنا وي كونسيدر رياكتيف ليجن، رياكتيف تو تروما، رياكتيف تو انفكشنز بانواعها البكتيريال والفانجل والفايرال. ممكن حدا يقول لي طيب كمان سايتوميجالو فايروس بيعمل كرونيك ألسر؟ بيعمل. اوكي بنحطه مع الانفكشنز. اخذنا من الرياكتيف تو تروما، فكرنا بالاسكيميا انه مثلا، أو مش reactive trauma، هاي reactive يعني للفازو كونستريكتر إذا كان موجود باللوكال أنستيزيا. فكرنا لأنه chronic ulcer بالسكويمس سيل كارسينوما وبأذر mesenchymal tumors وبالسليفري جلاند tumors كمان، كلهم كله لازم يدخل معانا بالdifferential diagnosis. بعد الdifferential diagnosis كنا نختار إيش التوب diagnosis تبعنا فيهم، إيش أكتر إشياء مثلا ممكن يزبطوا بنختارهم. بعدين بنبلش الinvestigations، نختار investigation زي البيوبسي، زي مثلا lab investigations، حتى نقدر نوصل زي including البيوبسي يعني، وبناء عليه بنشوف شو بدنا نشخص الحالة اللي عندنا. هاي الألسر
وهاي البيوبسي ريزلتس. نشوف مين بده يشارك معنا هلا، طلع معنا على الهيستوباثولوجي. بنان، أسامة، إيمان، سليمان، طيب من اللي موجودين هلا مين بده يحكي معي شيء عن الهيستوباثولوجي؟ أنا دكتور. يلا محمد. إذا أخذنا البيوبسي وشو شايفين إحنا فيها مبدئيا؟ في أول إشي نيكروتيك أسيناي. شايفين النيكروتيك أسيناي، قارنوها بالصورة اللي كانت قبل شوي. ارجعوا هون، هون حدود الخلايا الميوكس سيلز واضحة صح؟ كل سل يعني في إلها حدودها واضحة. ولو رحنا هلا إذا إجانا كمان سلايدات أكتر يعني بنحكي عنهم أكتر، لكن هون شو شايفين؟ زي الكواجيلاتيف نيكروسيز اللي بيضل الأوتلاين بريزيرفد، لكن من جوا الخلايا كلها السيلولار الممبرين كله رايح، أو سيل وول وسيل ممبرين كله مش موجود. فإذا شو في عندنا؟ نيكروسيز للميوكس أسيناي، عشان هيك هي لونها فاتح. طيب وشو في عندنا كمان بالمقابل؟ في ميتابليجيا، شايف أن السيلز تحولت من كيوبويدل أور ايوه تو سكويمس إن شيب. تو سكويمس. ولو كانت البيوبسي مطلعت لي بس هذا الجزء من التيومر، أو مش عفوا مش التيومر، من الليجن، كان بلشت أفكر بسكويمس الكارسينوما واحكي عنه بيزالويد وصغار الخلايا تبعته وهايبر كروماتيك، وصرت بدي افكر باشياء تانية. لكن وجود النيكروسيز والبريزرفيشن للاوتلاين لللوبيول خلانا نروح نفكر بنيكروتايزنج سيالو ميتابليجيا. نيكروتايزنج سيالو ميتابليجيا. طبعا الباقي المعلومات عندكم بتكون انه شو بدنا نعالجه، وانه قديش بقعد وقت عبين ما يعمل هيلينج، وامتى ببلش وامتى طيب suppose this was the biopsy. اخذنا احنا عينه من هدول الالترز وعلى الباثولوجي لاب، وهي طلعت الهيستوباثولوجيك بيكتشر. بايش بتذكركم على طول هاي؟ شو اسم الاسم للتيومر؟ أدينويد. نعم أدينويد. هاي بالذات الصورة اللي هي بسموها سويس تشيز باترن، هاي يعني ليبل للأدينويد سيستيك كارسينوما، كتير يعني بتساعدنا بتشخيصه، اللي هي زي السويس تشيز باترن. بتكون كمان الخلايا تبعت الأدينويد سيستيك اللي حكينا عنه أنه تيومر سيء والبروغنوسيس تبعه يعني مش كتير منيح، لكن الخلايا تبعته صغيرة كتير زي كأنها لينفوسايتس جنب بعض، وبعمل سبيسز هون هاي زي tubular أو cystic spaces أو creperiform pattern. هذا الـ creperiform pattern. إذن بمعنى إنه ليش هاي الصورة موجودة؟ بدي أحكي لكم إنه هذا الألسر مش لازم بالامتحان يجي معاه هاي الصورة، ممكن هذا الألسر يجي معاه adenoid cystic، ممكن يجي معاه squamous cell carcinoma أو أي tumors أو أي zygomycosis مثلا، ممكن أي شيء من اللي حكيناهم يزبط معه. طيب نشوف هلا سؤال سهل رح أسأله، مين بده يشارك؟ هشام، هشام محمد موجود؟ غينا. بس دكتورة غينا شوفي، بدي تحددي لي من الصورة هاي، هو مكتوب هلأ يعني عندك أشياء، سني أحاول. لا ما زبط، أيوة هيك أوكي. طيب هلأ أنا عندي هدول صورتين لإكسترافازيشن، لسليفري إكسترافازيشن أو إكسترافازيشن ميوكوسيل، هدول التنتين اللي على اليمين واللي على اليسار، مين فيهم بدي أسميها رانيولا؟ ليش؟ لأنه في سلايفري جلاند هناك اللي هي السبلينجول. طيب اللي على اليسار ايش هي اصلا؟ كمان هي كمان اكسترافازيشن، بس ما بدي اسميها رانيولا. لأنها على الفلور ذا ماوث. بالضبط، اللي بالفلور اوف ذا ماوث
عادة بيكون الأصل يعني المصدر تبعها من السبلينجوال سليفري جلاند، وعرفنا إنه السبلينجوال سليفري جلاند في إلها فولد هيك جاي على both sides of the frenum, lingual frenum، تيجي فولد، وبهاي الفولد بتفتح كلها الدكتس تبعت السبلينجوال جلاند. بينما حكينا عن السبمانديبولار سليفري جلاند بتفتح بس بدكت واحدة، وارتنز دكت اللي هي هون إلها أوريفيس واحد. أما جوانب الوارتنز يمين ويسار كلهم دكتس للسبلينجوال، فهاي الدكت يبدو إنه صار فيها تيرينج واحدة منهم أو أكثر، وصارت تعمل سبيل يطلع منها الميوكس ويتجمع بالفلور اوف ذا ماوث، فهي اكسترافازيشن. لكن ما بدي حدا يحكي رانيولا عن ميوكوسيل موجود باللور ليب. إذا الميوكوسيل موجود بالفلور اوف ذا ماوث سموه رانيولا، ولو حكيته اكسترافازيشن ميوكوسيل مش غلط. أما لا يطلق كلمة رانيولا على ميوكوسيل بأي مكان ثاني مثل اللور ليب. إذا إحنا بالحالتين هون عم نحكي عن سليفري اكسترافازيشن ميوكوسيل. نوع تاني من الاكسترافازيشن ميوكوسيلز اللي بتطلع على السوفت بالات بتكون كتير سوبرفيشل، يعني شوف يعني شوي بجوز لو نلمسه بصير له رابتشر على طول. هذا كمان بسموه سوبرفيشل ميوكوسيل، هو نوع من أنواع الميوكوسيلز. طيب نكمل مع مين؟ معي بعدك شذا صح؟ ولا مين بلغينا؟ يس دكتور. غنى. طيب شوفي هلا بالاكسترافازيشن ميوكوسيل بنشوف ابيثيليال لايننج كيوبويدال وكولامنر ودكتال ابيثيليوم كلايننج. ما اظن. لا ما بيكون موجود، خلص طلع الميوكس برجع. هاي الميوكس موجود هون، هاي المنطقه اللي بالنص كلها ميوكس، هدول كلهم ماكروفاجز جايين يعملوا انجلفمنت، يبلعوا الميوكس ويحاولوا يخلصوا الجسم منه. الجسم عم بيحاول يعمل فايبروسيز حوالين الميوكس عشان ما يخليه ينتشر اكثر بكل التشوز. فمو شايفين اي ابيثيليال كولامنر ولا كيوبويدل ولا اي شيء. طيب هون يعني من هاي الصوره ما بتقدروا تحددوا انه هاد ابيثيليوم او مش ابيثيليوم بالنسبة لكم أنتوا، يعني ممكن بيّن إنه في زي وول حواليه، وول على هاي الميوكس بالنص وفي عندي وول على الداير، لكن هذا الوول لو كبرناه فعلياً ما بيكون فيه إبيثيليوم، بيكون كله غرانيوليشن تيشو وإنفلاماتوري سيلز موجودين فيه. شوفوا كيف الماينر سليفري جلاند تيشو هدول اللوبيولز طالعين بالبيوبسي، لأنهم في دكت واحدة منهم أو أكثر من واحدة هي اللي صار لها كت وعملت سبيل وجمعت كل هالميوكس اللي شايفينه، والجسم بيحاول يقاومها. هاي بتبين ترانسلوسنت، لونها زي شفاف على بلو كلينيكلي. اما الريتنشن ميوكوسيل دكت بيصير لها تسكير، ما بيطلع الميوكس لبرا، ما بيصير انفلاميشن، وبيكون في الدكتال لايننج موجود بعده اللي هي زي شورت كيوبويدال. احنا بنعرف لما يصير اوبستراكشن وانكريز ان بريشر اوف سلايفا راح يخلي الابيثيليال لايننج يبطل كيوبويدال وكولامنر، بيصير فلاتند، بيصير فلاتند. فهذا اللي صاير هون، انه في عندي ابيثيليال لايننج وفلاتند. طيب مين معانا هيك يحكي لي ايش الفرق بين الريتنشن والاكسترافازيشن بالباثوجينيسيس؟ دكتورة الريتنشن في بلوج بالدكت بس. أيوة. بس الاكسترافازيشن بصير انه رابتشر. مزبوط، هون بصير بلوك او بلوج بالدكت، بعدين بتنفصل الدكت كاملة عن السيرفس إبيثيليوم أو عن الكافيتي، يعني الأورال كافيتي، فبتعمل بصير اللايننج تبع الدكت بيكمل السيست وول، فهي ترو سيست فعلياً، هي سيست في إلها كافيتي بيحتوي ميوكس، في إلها لايننج أوف إبيثيليوم، وفي إلها كمان كونكتيف تيشو سبورتينج اللايننج إبيثيليوم. طيب دكتورة، مش ليش بعض المراجع يعني بيوصفوا الميوكس ريتينشن بالسودوسيست، بيوصفوها مش تروسيست؟
هي true cyst. ليش بوصفوها سودو؟ شفت مصطلحات يعني شفت أكثر مرة الترم mucus retention pseudo cyst. أظن يمكن أنت بتحكي عن الماكسيلري ساينس صح؟ أخذنا بالماكسيلري ساينس كان سودو سيست لأنه مش سيست يعني إما بيكون إليفيشن مثلاً باللاينينج تبع الميوكس أو بيكون كوليكشن للميوكس يعني هي عبارة مش ترو سيست لسبب من الأسباب إما يعني بتفتقد واحد من العوامل. أظن السودو سيست أنت قصدك عن أي واحد فيهم؟ لا دكتور خد كلامك انت اللي موجوده في الانترم مش السلايفر جلاندز لانه بيكون الحاجز بين الوولز والابيثيليوم لاين ايوه في متجمع الميوكس هناك قلنا بيكون في له ابيثيليال لايننج الترو سيست اللي هو تبع الميوكس ريتنشن هو اصلا رير ونادر ما تيجي بايوبسي ريتنشن سيست عندنا الابر ليب اكثر من اللور ليب معظم التروما على اللور ليب بتعمل extravasation الأبر ليب ما بتكون عرضة للتروما عادة فممكن بلاج هي تسكر وتعمل retention cyst أو retention mucosal إنه بلاش نحكي cyst خلينا على الميوكوسيل إنه نوعين retention و extravasation. بعدين رح نحكي عن submandibular salivary gland الobstruction اللي بيسببها عادة بيكون سيالولر وحكينا وعرفنا ليش تحديداً السبمانديبولر بتكون عرضة أكثر للسيالوليث. بدنا نعرف كلينيكال فيتشرز كيف كلينيكلي ممكن يكون موجود ستون ممكن يكون بس سويلينج وتندرنس ممكن ما أشوف أي إشي انترا أورالي إكسترا أورالي المريض بده يعاني من سويلينج على وقت الميل تايم فهو الميل تايم أو الستيميوليشن بالأورال كافيتي بيطلع السلايفا فبتتجمع بالجلان فبصير سويلينج وإنلارجمنت. راديوغرافيك فيتشرز ممكن أشوف راديو أوبيك ماس histopathologic features رح نطلع عليهم هلأ وtreatment عرفناها اللي هي إما complete removal للجلاند أو removal للستون لحاله. هاي radiographic features شايفين كيف إنه في عندي ستون radio opaque floor of the mouth هاي بالoclusal radiograph هاي بالpreapical كيف بيطلع superimposed على البون الستون بالسيالوجرام مكان الستون بضل إلا يبين زي obstruction الداي أو الماتيريال اللي عملوا لها injection جوا الدكت ما يعني ما بضلها بهذا المكان لأنه occupied بستون فبتمشي من حواليه وبتنتشر وبتكمل انتشارها جوا الدكت. فإذا في عندي هون obstruction في عندي dilatation بالدكت اللي المفروض يكونوا هلأ بيرفعوا بصيروا أرفع وأصغر احنا الدكتال سيستم ببلش صغير بصير اكبر 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 شيء بتكون هي التيرمينال دكت اللي يعني اللي بتعمل اكسكريشن داخل الكافيتي لكن هون يبدو انه في دايليتيشن بيهايند الاوبستراكشن. بالاكيوت بكتيريال سيلادينايتس ايش بشوف كلينيكلي من الاوريفيس تبع الدكت بالاكيوت انفكشن Perulent exudate. بس بالضبط. بس أو abscess أو exudate. أما بحالة الكرونيك زي السوالينج اللي بيكون بالنك بسبب مانديبولار جلاند انترا أورا اللي ما منشوف عادة الإكسودات. كيف الدكتال سيستم كله dilated وتورتوس بعد الأوبستركشن. سيالوجرام. مرات الأوبستركشن بيكون على شكل ساسيجينج بالدكتس. بيكون الساسج بيجي من dilatation مع obstruction dilatation بعدين obstruction dilatation obstruction وهي الobstructions حتى مرات بتكون congenital مش دائما stones وأشياء تانية. chronic sial adenitis لما أطلع على ال إحنا هاي submandibular gland لأنه هي أكتر إشي بيصير فيها chronic sial adenitis صح؟ طيب هلأ أنا بدي أطلع normal صورة normal histology submandibular salivary gland يعني تشوفوا الفرق copy image
طيب بدي أجرب أنا أضيف على الباوربوينت، تحكوا لي إذا بينت أو لا عندكم هلأ، ولا لازم أضيفها؟ انضافت الصورة؟ دكتورة. وخلينا ناخذ هاي نحطها جنبها ونقارن شو اختلف بالكرونيك سيالادينايتس. طيب هلأ هاي اللي على اليسار كيف بعرف إنه هي عبارة عن submandibular salivary gland tissue من وجود السيرس أسيناي؟ هدول السيرس اللي قلت لكم كلياتهم بيكونوا granules، بيحتووا على زيموجين granules، هدول بيطلعوا السلايفا اللي نوعها سيرس اللي بتكون watery و very thin. أما السلايفا الميوكس هي اللي بتكون thick أكثر. هلأ submandibular salivary gland عندها mix بين السيرس والميوكس، لكن معظمها سيرس، الميوكس تبعها كتير قليل بيكون موجود نسبيا. فهاي 100% هلا احنا سب مانديبولر مش باروتيد ابدا، لانه الباروتيد لا تحتوي ابدا على اي شيء ميوكس، كله سيرس. طيب هاي النورمال سب مانديبولر سيلفري جلاند، ما عندي انفلاماتوري سيلز، عندنا داكتس، شوفوا الداكتس كيف اللايننج ابيثيليوم تبعها مرتب كولمنر، مرات بيكون تو لايرز كيوبويدال مع كولمنر حسب موقع الدكت بالدكتال سيستم. في دكت بتكون بس كيوبويدال، في دكت بتصير كولمنر، في دكت بتصير سيلياتد كمان عشان تطلع السلايفا اكثر. اوكي نروح على على سليفري جلاند تيشو سب مانديبولر لكن مصاب بستون بسيالوليث بكرونيك اوبستراكشن. اول شيء الدكت صارت دايليتد وتورتوس ومبينه انها كبيره، واللايننج تبعها صار فلاتند، والفايبروسيس حواليها زايد كثير، صار فايبروسيس لانه بده يقاوم البريشر اللي عم بيصير. طب خليني ادور على الاسيناي اللي كانوا ميوكس وسيرس، مش عم بلاقي اسيناي، انا مش شايفه شيء، يعني يمكن كان موقع الاسيناي هون مثلا وراح خلص صار له نيكروسيس واتروفي اختفى، هون يمكن يكون كاين في أسيناي وصار لها اتروفي راحت واجا بدالها كله انفلاماتوري سيلز وفايبروسيز. فهذا فعليا اللي احنا عم نشوفه، يعني كمان شوي بصير بس كتله سكار تيشو، سكار وانفلاميشن ودايليتد داكتس، اما هو ما مش فانكشنال هذا الجزء، ممكن في جزء ثاني من الجلاند بعده فانكشنال. فاذا مقارنه بالنورمال سليفري جلاند رح تلاقوا إنه لا عندي أسيناي ولا سيرس ولا ميوكس ولا الدكتال لايننج تبعها نورمال، وكتير في عنا إنفلاميشن. نروح مرة تانية هون نطلع على السليفري جلاند تيشو، هذا كله فات اللي موجود برا هون على الداير، فات كله أديبوز تيشو، هون كاين في بقايا لأسيناي، الأسيناي كلها أتروفيك راحت بس ضايل الدكتس منها، الدكتس الصغيرة اللي بتكون مع الأسينار سيستم مع الأسيناي يعني. هون في عندي دكتس اكبر بس صارت دايليتد وصار فلاتند اللايننج تبعها، وكولكشن للليمفوسايتس كثير كله حوالين الدكتس وحوالين الاسيناي. فاذا شو بدنا نسميه هذا الهيستوباثولوجيك بيكتشر؟ كرونيك سيال ادينايتس، مرات بنسميها كرونيك فايبروزينج سيال ادينايتس لانها تحولت لكثير فايبروسيس. مرات اذا انا عارفه انه عندي ستون بقول كرونيك اوبستراكتيف سيال ادينايتس، كرونيك سيالادينايتس مش شايفة الأسيناي موجودة هون، شايفة بقايا الدكتس الصغيرة اللي كانت بالدكتال سيستم، شايفة دكتس دايليتد وفلاتند إبيثيليوم، شايفة كولكشن أوف كرونيك إنفلاماتوري سيلز والفايبروسيس كتير بالجلانديولار تيشو. واضح؟ واضح دكتور. من جوغرين سيندروم حكينا عنه دراي ايز ودراي ماوث، زيرو فتالميا وزيرو ستوميا. الهيستوباثولوجي بياخذوا العينه من اللور ليبيال ميوكوزا، بيحاولوا يدوروا على كولكشن اوف ليمفوسايتس بتكون جنب الاسيناي، بيكون عدد الليمفوسايتس اكثر من 50 وبتكون موجوده باكثر من مكان بالسكشن مش بس تجمع واحد. في كرايتيريا دائما بحكي لكم، في كرايتيريا لعدد هذا التجمع وللاماكن تبعته ولكم من لوبيول لازم يكون موجود فيهم، بس كلهم رح تاخذوهم يعني مش ضروري انه هلا تعرفوهم.
المهم انه نعرف انه في عندي كولكشن للليمفوسايتس اكثر من 50 ليمفوسايت بتكون جنب الاسيناي، وهيك هذا بياكد لنا انه جوغرين سيندروم هو عباره عن اميون ميدييتد كونديشن. نيكروتايزينج سيالو ميتابليجيا، بدنا نعرف كلينيكال فيتشرز. مين يحكي لي هيك بسرعه شو الكلينيكال فيتشر للنيكروتايزينج سيالو ميتابليجيا؟ يعني هلا انا بالعكس انا اعطيتكم التشخيص، ما بدنا ندخل بديفرنشيال، هلا ناخذ على طول يعني نحكي ايش الكلينيكال بريزنتيشن. سيفير نيكروسيس اند نيكروتيك تيشو اند مي ليد تو بون اكسبوجر. مره ثانيه ايش حكيت محمد؟ Severe necrosis or necrotic and necrotic tissue that could lead also to bone exposure. Okay. إذا نحكي chronic ulcer. Chronic ulcer بالبلات. وببلش بعد الانجكشن تبعت الأنستيزيا، إذا كان سبب اللوكال أنستيزيا أسبوعين أو ثلاثة ليبلش يصير الألسر. فمرات المريض حتى والدكتور بنسى إنه هاي المعلومة، فبيفكر انه خلع قبل شهر او قبل ثلاث اسابيع، معناته ما له علاقه. الايتيولوجي الاسكيميا، الهيستوباثولوجي هلا بنشوف كمان اكزامبل، اذا في عندنا هون اكزامبل يمكن لا بشوفه هلا. والتريتمنت تبعته ولا شيء، هو سيلف ليميتنج بس بيطول. الهيستوباثولوجي نيكروسيس بالميوكس اسيناي، ميتابليجيا بالدكتال ابيثيليوم. لو قلنا أخذنا هاي العينة إجت لي بس هذا البارت، على طول بدي أفكر بسكويمس سيل كارسينوما. بس معرفتنا إحنا وعلمنا إنه بهذا البلت، البلت عفوا بهذا اللوكيشن ممكن يصير نيكروتايزينج سيالوميتابليجيا، فبطلب إنه بيوبسي أكبر أو بقطع البيوبسي بطريقة تانية أحاول أدور على نيكروتايزد أو يعني نيكروتيك أسيناي بس إلها الأوتلاين تبعها بريزيرد. بليومورفيك أدينوما البناين تيومر حكينا هو كرونيك، طبعا ما بيصير بيوم وليلة السويلينج، وبناين هو الموست كومون، لكن مش معناته إذا بناين نقول للمريض خلص خلي هذا التيومر هيك أنت حامله خليك فيه 10 سنين و15 سنة، لأنه في احتمالية الكارسينوما إكس بليومورفيك أدينوما، يعني تتحول بليومورفيك أدينوما الإبيثيليال سيلز اللي فيها تتحول لسكويمس سيل كارسينوما أو كارسينوما، مش شرط سكويمس سيل، أي نوع كارسينوما. كلمة كارسينوما هي malignant tumor of epithelium. pleomorphic adenoma بتتكون من نوعين خلايا، اللي lining للدكت هاي epithelium، واللي surrounding الدكتس اللي منتشرة بين الدكتس، هدول الخلايا اللي بين الدكتس الموجودين هدول كلهم myoepithelial cells. myoepithelial cells هي بتفرز وبتعمل secretion لل الستروما، السبورتينج تيشو اللي ماسك الخلايا هذا. هلا مرات بتعطيني هايالينايز تيشو، مرات بتعطينا ميكسويد، مرات بتعطينا ميوكويد، مرات بتعطي كوندرويد، مرات اوستيويد. الميو ابيثيليال سيلز هي اللي بتعمل شكل البليومورفيك ادينوما بليومورفيك، فبتخليها بتختلف حتى بنفس التيومر نفسه، اروح من مكان لمكان بتغير المنظر. ممكن نفس التيومر يحتوي هدول الثلاث اشكال، هايالينايز وكوندرويد وميكسويد. شايفين السيلز الصغيرة هاي السبيندلد، سبيندلد very thin، very thin cytoplasm، هاي مايو epithelial cells لها أشكال مختلفة. والسيلز اللي هون برضو عاملة زي الكوندروسايت جوا اللاكيوني، برضو هاي المايو epithelial cell. وبالصورة اللي قبلها كانت المايو epithelial cell شكلها بلازما سايتويد، فهي متعددة الأشكال للمايو epithelial cell. وارثن تيومر، بناين تيومر، له صفات بتميزه كلينيكلي وله صفات هيستوباثولوجيكلي. هيستولوجيكلي مين بده يحكي لنا بسرعه هيك؟ إيلاف. إيلاف موجوده. يلا إيلاف، شو بدنا نحكي هيك صفات للوارثن تيومر اللي له اسم تاني، هو اسم طويل، اسمه طويل. ايوه اسمه بابيلاري ايوه سيست ادينوما ليمفوماتوزا. مزبوط. طيب يلا نحكي عن هاي الصوره اللي على اليمين. اوكي هلا في عندي دكتور ابيثيليوم.
في كمان ليمفويد. ايوه الليمف اللي هي دراي لايننج، هي زي اللايننج هو الابيثيليوم. هاي كانه نبدا من النص، زي كانه عندي سيستيك سبيس. ايوه بعدين كملي. تمام. هلا السيست هي عباره عن داكت، هي ابيثيليوم داكت موجوده داخل الليمفويد او الليمفوما، صح الاشي اللي بحكيه ولا؟ انا بستناك تكملي عشان اصحح لك. لا هي مش ليمفوما، ليمفوما هو مالجنان تيومر اوف ليمفويد تيشو. انت قصدك ليمفوسيتك تيشو او ليمفويد تيشو صح؟ ليمفويد. ليمفويد صح. اذا عندنا ثلاث كومبوننتس فيها، سيست ولايننج للسيست وول سبورتنج سيست. السيست هيئته الفراغ هذا الموجود، اللايننج كمان مميز كتير كتير، يعني لما نشوفها مايكروسكوبيكلي على طول بنعرفها خلاص. في عندي تو لايرز، واحدة كولمنر واللي تحتها بتكون كيوبويدل، وبيكون هاي السيتوبلازم تبعها يعني هيك يوسينوفيليك أحمر كتير لونه، وبنطلع على الوول بتكون معباية ليمفويد تيشو. هلأ شو قصة أصلاً وارتنز تيومر؟ بيحكوا إنه قد يكون إنه من داخل الليمف نودز، يعني تبعت الباروتيد جلاند، مش في جويتها الليمف نودز، بنسميهم باروتيد جلاند ليمف نودز أو باروتيد ليمف نودز، جويتهم يمكن يكون دخل السليفري جلاند تيشو، صار له انكلوجن أو يعني دخل بطريقة معينة، فبعدين داخل الليمف نود هو دخل، بعدين قرر السليفري جلاند ابيثيليوم تعمل بروليفريشن وتعمل هذا السيست وهذا اللايننج. بس هي وين ضلت؟ ضلت جوا الليمفويد تيشو. عشان هيك بتلاحظوا الصوره اللي على اليسار، الليمفويد تيشو فيري دنس كانه ليمف نود، يعني هذا المكان فيري فيري دنس كانه ليمف نود. فهي واحده من الثيوريز تبعت الوارتن تيومر، من وين صار؟ ممكن يكون انه دكت الابيثيليوم دخلت جوا الليمف نود وعملت لنا هذا التيومر بعدين، يعني بعد مرور الوقت. هذا السيستيك سبيس اللي كنا نحكي عنه هو كافيتي، اللايننج تبعه ما بيكون بس فلات مثل هيك، ممكن بيكون بابيلاري، له بابيلاري بروجكشنز وسبورتد باي وول، كومبليتلي بناين ما بتحول. في له اشياء انترستينج فيتشرز مثل انه ممكن يطلع باي لاترال، وبيكون بالميلز وبيكون بالمدخنين. طيب هلا انا اعطيت التشخيص مسبقا، ميوكو ابيديرمويد كارسينوما. شوفوا كيف البلاتال ليجن زي الصوره الكيس اللي حطيناها بالاول، فيوزي فورم سويلينج، وفي له لون شوي بلوش، مكانه يعني تو ذا سايد اوف ذا ميد لاين، مش بالميد لاين بالضبط، رايح يا يمين يا يسار. ممكن افكر فيه بدنتال ابسس، ممكن افكر باشياء تانية، هيماتوما وهيمانجيوما و اي يعني خلينا نحكي other tumors، حتى benign tumor ممكن افكر pleomorphic adenoma لانها بتطلع بالبلت كمان، ممكن افكر malignant كمان salivary gland tumors. بس اخذ البايوبسي، هلا بدي حدا يحكي لي لانه مهم كتير نعرف الكومبوننتس تبعت الميوكو ابيديرمويد كارسينوما. فهذا ميوكو ابيديرمويد، شو عندي؟ cystic space كبير وهون وهون، انا شايفه بهذا الفيو فراغات كتير، وشايفة إيش كمان؟ أيوة نبيلة احكي فضلي. mucus أيوة mucus producing cells lining لهذا السيست، أو يعني موجودة متواجدة، مش لازم بس lining للسيست. شفتوا كيف شفناها بالحالة الأولى؟ فأنا هلأ صار عندي ثلاث components، cyst ومucus cells وepidermoid cells، أو حتى لو فكرتوها انترميديت مش مشكلة، المهم إنه بتساعدكم توصلوا للتشخيص إنه هذا ميوكو إبيديرمويد كارسينوما. البليومورفيزم تبعته قليلة، مش كتير يعني شايفين هايبركروماتيزم وفارييشن ومايتوتيك فيجرز، بس كتير مرات بيكون الميوكو إبيديرمويد أقلي وكله بليومورفيزم ومايتوتيك ريت عالي، وحتى الأبنورمال بتكون المايتوتيك فيجرز. فإذا لما نفحص بعض intraorally أو نفحص المريض بنركز على البلت، شوفوا الجهة الثانية من البلت، هاي الجهة اليمين لونها كمان بلوش، إلها أسباب إنها هي بلوش، يعني لأنه في إلها ثن ميوكوزا سب ميوكوزا تحت، فالreflection of light بيكون مش مثل الميوكوزا اللي بتكون well vascularized وفيها كتير capillaries وblood vessels، فهي أصلا بلوش.
مش كل بس تشوفوا زميلكم عنده هيك بلوش ابيرنس للبلد نفكر يعني بتيومرز واكسترافيزيشن وهيك اشياء. لا هون في عندنا ماس، في اكزوفيتك ماس، فعشان هيك صرنا نفكر بسبب للاكزوفيتك ماس. شو رايكم بهاي الهيستوباثولوجي؟ هاي لاي تيومر؟ ادينويد سيستيك، ادينويد سيستيك كارسينوما، ولا ميوكو ابيديرمويد كارسينوما، ولا بليمورفيك ادينوما، ولا وارتنز تيومر؟ ميوكو. طيب ليش ما نحكي انها وارتنز مثلا؟ مو شايفين الكولومنر وكيوبويدال الباي لايرد داكتال سيلز اللي بتكون لايننج للفراغات الموجوده؟ هون بالعكس عندي اللايننج كله عباره عن ميوكس، ميوكس سيلز، هدول السيلز ما في. وبعدين عندي هون الليمفويد، طبعا حكينا الليمفويد تيشو تبع الوارتنز بيكون كتير اورجنايزد كانه ليمف نود، مش بس هيك سكاترد كم من ليمفوسايت جاي يعني، لا بيكون كتير اورجنايزد كانه ليمف نود. هون انا شايفه خلايا قريبه من بعض وإلها سايتوبلازم، احجامها صغيره بتشبه الانترميديت اكثر من الابيديرمويد، بس مش مشكله ابيديرمويد او انترميديت، المهم انه في عندي عده انواع من السيلز مع سيستيك سبيس، فبدي اسميه ميوكو ابيديرمويد كارسينوما. في مورفيزم قليل جدا فنروح مع اللو جريد، بينما هذا هاي الكيس برضه باليتال سويلينج بس مع كمان الفيولر بون سويلينج، شكله الماس منتشر عنده كاينه يعني، بديت من البلت وفاتت جوا البون وطلعت من الجهه الثانيه برضه، عملت اكسبانشن للبون. وممكن هذا المريض ممكن كتير يكون جايب بين لانه التيومر اللي طلع عنده شو اسمه اللي على اليسار، ادينويد سيستيك، وهذا الكريبري فورم باترن اللي زي المنخل او زي ال السويس تشيز اللي حكينا عنه، كثير تيبيكال للادينويد سيستيك كارسينوما، واللهم عافينا من كل هاي الاشياء. يعني الناس اللي بيطلعوا لهم دائما انا هيك بحكي، يعني الناس اللي بيطلع لهم بيكونوا مثلا خلينا نحكي عمره صار 35 اللي طلع له، طب هو بالعشرينات وبالثلاثين وبال18 وهي الاشياء ما كان عمره مفكر انه بالثلاثين رح يطلع له هذا التيومر، ما كان مفكر. فالله اعلم شو المستقبل بخبي. طيب ادينويد سيستيك كارسينوما اذا مع الكريبري فورم باترن بيكون كثير تيبيكال له، وفي شيء سيء هو قالوا انه ما بيزيد الميتاستاسيس يعني مش بسبب البيرينيورال انفيجن او الانترانيورال انفيجن، الديستانت ميتاستاسيس بتزيد، ما ربطوها بالميتاستاسيس ويمكن ما ربطوها بالسيرفايفل ريت، لكن خلص هيك سبحان الله انه يمكن اخذتوا ايام النيوبلاجيا بالبيزك باثولوجي وسيستميك باثولوجي وهي الاشياء، اخذتوا انه في هومينج الخلايا، في خلايا خلص في عندها يعني هومينج لسيرتن تيشوز، في خلايا بتحب تروح على اللنج، في بتروح على الليفر، في بتروح بتحب النيرفز، بتحب تعمل بيرينيورال وانترانيورال انفيجن، في بتفضل الفاسكولار انفيجن. ففي يعني ثيوري تبعت الهومينج هي معقده شوي، بس انه بتذكر انه بيكون في اشياء زي ريسبترز للبروتينات موجوده بهاي الخلايا اللي هي مالجنت يعني الخلايا. فعشان هيك هذا الادينويد سيستيك طبيعته بيحب النيرفز، بيحب يعمل بيرينيورال وانترانيورال انفيجن، والميوكو ابيديرمويد كارسينوما كمان بس مش قد اللي بنشوفه بالادينويد سيستيك. ادينويد سيستيك له عدة أشكال مايكروسكوبيكلي، بس أكتر واحد معروف اللي أنتوا المفروض إنه يعني تعرفوه يقولنا هو الكريبري فورم باترن. الأشكال الثانية سيئة طبعا، خلايا الأدينويد سيستيك قديش هو سيء، بس خلايا تبعته صغيرة زي الليمفوسايت حتى ما بشوف فيها بليومورفيزم ومايتوتيك فيجرز بالكريبري فورم، لكن بتزيد هاي البليومورفيزم كل ما رحنا للسوليد، السوليد باترن بتزيد البليومورفيزم والهايبركروماتيزم، وبيكون البروغنوسيس تبعه أسوأ.
هاي بس هيك تذكير بالبناين سليفري جلاند تيومرز البليومورفيك ادينوما مع الوارثين تيومر. الوارثين كيف السيست تبع الدكتال سيلز تبعته لها سايتوبلازم بيكون انكوسيتك. انكوسيتك يعني احمر لونه احمر في له سيرتن مايكروسكوبيك كومبوننت الانكوسايتس في لها سيرتن ستراكشرز اكثر بتعطيها اللون الاحمر بس هي انكوسيتك دكتال ايبيثيليوم يعني الدكتال ايبيثيليوم سايتوبلازم تبعها زي ما انتم شايفين لونه كتير احمر والليمفويد تيشو بيكون كتير ويل اورجانيزد. هاي البليومورفيك ادينوما اللي قلنا في عندي دكتال سيلز وابيثيليال سيلز لكن بين هدول الدكتال منتشر عندي الميو ابيثيليال سيلز هي اللي بتطلع كل الاسترومال كومبوننت مش الدكتال. الدكتال ما إلها دخل يعني الميو ابيثيليال هي بتشتغل بتطلع الاستروما وحكينا انواع الاستروما اللي هي الميزينكايم لايك باك جراوند. طيب في اسئله شيء مش واضح دكتورة في حالة السوليد أدينوكارسينوما كيف ممكن نميزها من سكوامس الكارسينوما يعني سبيشال ستينز مرات مرات ما بنقدر يعني إذا إجا التيومر عن جد هو هيك بس هذا التيومر يعني ممكن نحكي عنه بورلي ديفرنشياتد سكوامس الكارسينوما وممكن نحكي عنه الليمفوما لأنه الليمفوما كمان خلاياها صغيرة بتشبه الأدينوكارسينوما. ممكن نفكر الميلانوما هي سيء أسوأ شيء بالدنيا أنا بحكي لا في أسوأ منه بس يعني الميلانوما كتير سيئة فممكن تكون تعمل أي أشكال حسب موقع التيومر. حتى ممكن نفكر بالنيورو إندوكراين تيومرز إذا بدي أتشعب يعني أتوسع أكتر هي السبيشال ستينز اللي بتساعدنا. بعدين هون في عنا بتحاول تعمل دكتس الخلايا تحاول تعمل شوية تيوبيولز أو شوية دكتس هاي واحد هاي اثنين ثلاثة تحاول ترتب حالها فهذا بعطينا إنديكيشن إنه مش سكويمس مش تبع السيرفس إبيثيليوم يعني من بنتوجه إنه تو كونسيدر هاي جريد أدينوسيستيك كارسينوما أو سوليد أدينوسيستيك كارسينوما بس أكيد لازم نعمل قائمة من السبيشال ستينز قائمة يعني إبيثيليال ماركرز وميو إبيثيليال ماركرز وسيكت في واحد من الإبيثيليوم تطلع أكتر إشي بالأدينويد سيستيك كارسينوما بنطلبه بنطلب كمان كل السيتوكيراتينز لو جريد وهاي جريد بنطلب نيورون سبيسيفيك إنوليز عشان نميز النيورو إندوكرين يعني قصة تقعد لها بجوز أسبوعين هاي الحالة وهي حتى تتخلص مظبوط. دكتورة ممكن سؤال بس إزاي تفضل. بس بكرة كم سؤال حيكون وكم علامة عليه؟ 50 سؤال بخمسين علامة إن شاء الله 50 دقيقة. تمام إن شاء الله يعطيك العافية. الله يعافيك دكتورة. بارت الليمف نود درينج تبع بالدياجنوستس صح بعتي لي إيميل خلص بس اللي شرحته بالمحاضرة مطلوب ما بدنا نتشعب أكتر. تمام بس اللي حكيت عنه عفوا. يلا يعطيكم العافية.